يخرجون من كل ميدان ومن كل فج عميق. لا الحصار أفلح في كسر لؤلؤتهم، ولا الأمطار أرغمتهم على الجلوس في المنازل. هذا هو حال أهل البحرين، وتلك هي سيرتهم التي لا يحولون عنها ولا يبدلون. سطر البحرانيون فيها أروع صور البطولة والإباء حين لبوا دعوة الوطن للمشاركة باستفتاء شعبي حول اختيار نظام سياسي جديد تحت إشراف الأمم المتحدة. الحشود لبت نداء تقرير المصير وجدلت عزمها على الخلاص من نظام القتلة والمأجورين، وهم يحيون الذكرى السنوية الثانية للاستفتاء الشعبي الذي صوت فيه غالبية السكان الأصليين لصالح إقامة نظام سياسي جديد وبإشراف من الأمم المتحدة التي لا تزال يدها مغلولة عن نصرة شعب البحرين والاستجابة لأصواته الحرة. نتيجة الاستفتاء في العام 2011 هو أن الشعب لا يريد العصابة الخليفية تحكمه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الاستفتاءات اللاحقة إنما هي تأكيد لهذه الحقيقة، والاستفتاء الذي يتم هذه الأيام خطوة شجاعة وتعبر عن حضور شعبي وجماهيري في الميادين برغم القمع وبرغم وجود قوى الاحتلال. زحف المواطنون نحو الميادين تعلوهم رايات العزة وشعارات الثورة التي لا تنحني. نساء ورجال وشبان ملأوا الشوارع بصناديق الاستفتاء لكي يقولوا للعالم بأن الثورة لم تنتهي، وأن الجراح التي يغرسها الخليفيون فيهم كل يوم لن تجبرهم على الانحناء والاستسلام. انكسر الحصار وأصيب المرتزقة بالخيبة والخسران، وسجل البحرانيون جمعة أخرى من الصمود والإصرار الأسطوري على خيارهم في مقاومة الموت وإفشال كل المخططات. ومن شعلة تقرير المصير التي امتدت في الميادين والساحات إلى ساحات الفداء في بلدة الدراز، هنا أيضا ملحمة سيذكرها التاريخ بحروف ذهبية من الإعجاب والدهشة. فلا الحصار ولا الأمطار يمنع هؤلاء من ربض الركون وترك الاختباء في المنازل. يتقاطرون مثل اللآلئ وتحت زخات المطر، وعلى قبضات أيديهم كتبت حكاية النخلة الشماء التي حفظوها عن الأجداد والآباء.